يعني احنا متابعين مع حضرتك وخلال الجزء الاول من هذه التغطية وحضرتك كنت مع زميلي كنا نتحدث عن الجهود المصرية. نحن الان في مفترق للطرق، الدولة المصرية جهودها واضحة للجميع منذ اليوم الأول، تحث على التهدئة، تحث على حل الدولتين، اللجوء إلى هذا الحل طبعا، وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، عدم التصعيد، إنفاذ المساعدات الإنسانية بكل الأشكال الممكنة. اليوم وقبل أن نتطرق إلى التفاصيل التي جعلتنا نصل إلى يعني هذا اليوم المحشود، كيف ترى موقف الدولة المصرية دكتور فايز، وبعيدا عن الكثير من الأقاويل، بعيدا عن الكثير من التفسيرات سواء المصرية أو غير المصرية، بصفة عامة كيف تراها أنت؟ يعني بعيدا أيضا عن المزايدات، لأنه القضية الفلسطينية للأسف الشديد كانت ضحية توظيف يعني سياسي، ليس فقط من جانب يعني فاعلين من غير الدول أو ما نعرف يعني بال، لكن أيضا حتى من جانب دول في المنطقة، يعني كان هناك دائما مزايدات وتوظيف للقضية الفلسطينية في جوانبها الرمزية وفي العديد يعني من الأشكال لتحقيق أهداف تخص هذه الدول، لا تخص لا القضية الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني ولا السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى حساب الإقليم وعلى حساب استقرار هذا الإقليم. لكن الأمر مختلف بالنسبة للدولة المصرية فيما يتعلق بموقع ومركزية القضية الفلسطينية، حتى منذ أن بدأ الصراع العربي الإسرائيلي، ليس في فصله الحالي على المستوى الفلسطيني، لكن منذ أن بدأ الصراع العربي الإسرائيلي، منذ أن في منذ احتلال الأراضي المصرية في عام 67، القضية الفلسطينية كانت قضية مركزية. المفاوض المصري على تحرير في يعني بعد حرب 73 لم يتفاوض على أرضي فقط، كان جزء من المفاوضات كان أيضا يشمل تحرير الأراضي العربية المحتلة بما فيها الأراضي الفلسطينية. فبالتالي القضية الفلسطينية لها خصوصية فيما يتعلق بأجندة الدولة المصرية، ليس الآن لكن منذ أن بدأ الصراع العربي الإسرائيلي. حتى أنه بعض استطلاعات الرأي العام التي أجريت داخل مصر كانت يعني تسأل الباب حسين فيما يتعلق بما هي أهم القضايا الداخلية من وجهة نظرك، كان يضع القضية الفلسطينية ضمن هذه القضايا، وكأنه الإدراك المصري للقضية الفلسطينية وكأنها قضية داخلية ليست قضية خارجية أو قضية ضمن قضايا السياسة الخارجية. فالقضية الفلسطينية بشكل عام تحظى بخصوصية كبيرة لدى الدولة المصرية منذ أن بدأت القضية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وازداد الأمر وضوحا منذ عام 2014 حتى الآن، عندما بدأت موجات التصعيد الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين وضد قطاع غزة، عندما كان هناك تجاهل دولي للقضية الفلسطينية، كانت القضية الفلسطينية تأتي في مؤخرة قائمة قضاء اهتمامات النظام الدولي أو الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. أو دول المنطقة. نذكر نعود إلى القمم التي عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد ترامب ثم في عهد بايدن، نعود إلى كلمات الدولة المصرية، كلمات السيد الرئيس في هذه المحافل الدولية عندما كانت دول المنطقة معنية بقضايا أخرى، كانت الدولة المصرية تذكر بأن هناك قضية مركزية أساسية في هذا الإقليم من الخطر تجاهلها. الدولة المصرية كانت حاضرة في كل موجات التصعيد، هي التي تدخلت لدى أطراف الصراع الأساسيين، الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، لإنهاء أو العودة إلى ما قبل موجات التصعيد، إلى التدخل لوقف إطلاق النار. لكن كان هناك مشكلة لدى الدولة المصرية، إنه أطراف الصراع غير معنيين بالأساس، أو الجانب الإسرائيلي غير معني بالدخول في أو فتح أفق للعملية السياسية، لأسباب تتعلق بأوضاع داخلية دخلت فيها إسرائيل ودخل فيها المجتمع الإسرائيلي منذ فترة. الاتجاه إلى اليمين، اليمين السياسي ثم اليمين الديني، عدم الاستقرار الحكومي، الصراعات السياسية داخل إسرائيل. فبالتالي اتجهت الدولة المصرية في مراحل مختلفة للعمل على إدارة الصراع حتى تحين اللحظة المناسبة، ويتم تهيئة الأطراف وتهيئة المجتمع الدولي لقضية التسوية. ثم جاءت الأزمة الحالية لتفرض
يعني هذا الدور على الدولة المصرية مرة أخرى. ويكفي أن نشير هنا إلى بعض النقاط المهمة التي قد لا يلتفت إليها البعض أو لا يأخذ طيب. لو